فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، يعني الاتفاق في الحساب. أي نعم، المشابهة، مضارعة يعني مشابهة، الأمة الأمية التي لا تحسب بالأمم التي تحسب، والأمية لا تستطيع هذا، الأمية لا تستطيع الحساب، ولهذا قال إننا لا نحسب ولا نقرأ، فكيف نكلف الأمة الأمية بأن تعمل عمل الأمة الحاسبة الفلكية؟ هذا أمر، وهذا يتكرر، فإن غالب المسلمين في البراري وفي القرى وفي ولا يعرفون الحساب. وهذا شيء وسعه الله هذا فهؤلاء يضيقونه، وهذا وسعه الله وهؤلاء يضيقونه، لكن إنما هي بس محبة الشيء الجديد والزهد في الشيء الذي عليه المسلمون من قديم، هذا الغالب على أفكارهم. نعم. قال: وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. كما سبق أنه من جملة التشبه بالكفار الاعتماد على الحساب في العبادات، الاعتماد على الحساب في العبادات، وإنما يعتمد على الرؤية للعلامة التي جعلها الله علامة لبداية العبادة أو وقت العبادة.